بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ ان شاء الله انتم طيبين. قبل ما نبدا هذا الفلوق صلوا على النبي. في هذا الفلوق او في هذا الفيديو راح نسوي تحدي. بقول لكم بس تابعوا المقطع بتعرفون ايش هو التحدي. ويلا خليكم مع المقطع. وهنا رجعنا نسوي تحدي مع اخواني، تحدي النودلز الكوري. كل مرة تطلع انت هيك، يوم ما طلعت هاي كل فيديو يطلع. Crashing, hit the wall right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. والحين جبنا الاندومي وعندنا المقص عشان نقطع. يلا نبدا بالاحمر. بسم الله. خلينا نفتح. يا اخي خايف يا اخي، ما ابي افتح. انت افتح بيدك، افتح بيدك. الحمد لله. شوفوا كيف صار. خلصنا، حاطين الصوص. شوفوا الحين راح اخلط. هذا المقطع ناخذ الفتن بعدين. يا شباب ما تتوقعون الريحة يعني. ما اعرف ايش اقول. كذا خلصت حقي، والحين خلى اخوي يخلط، وانا الحين راح احط هذا. اوكي ما اعرف ايش، بس يلا تحت الحين خلى اشوف ايش. شوفوا شباب شوفوا باي. شوف. هذا حق هذا هو اللي يكون داخل الفلفل. نجيب اشياء يعني عشان اذا اكلنا وصار لنا شيء يعني مصيبه. راح احطه. شوف كيف هي هذه حفصه، يعني بتاكل بس شوي عشان ما يعني يجي لها شيء بعدين. ما بي خلاص كنت التحدي. خلص شوف كيف النتيجه كيف. وخلى احط لاخوي عشان اخوي راح كذا. حط لنا ونشوف مين يفوز. عارف انه ولا يفوز. نفس ما تعرفون هذا الاندومي هو أخطر أندومي في العالم. أشياء يعني عشان إذا جانا الحرارة. عندنا حليب، عندنا مانجا عشان السكر، عندنا زبادي. بيت بسم الله. يلا واحد اثنين ثلاث. ما كنت هذا دود هذا عام بجرب. ايه والله بتروح فيه. انا ما كنت للحين. ايش في هاي قاعد يصير بعد؟ شوف انا باكل غصب. يلا بس روح. انا التحدي عندي. ما يصير تخسر. نو. ما قدر.
لقمة واحدة تروح فيه. اصبري اصبري تيب، ليش جبت عيال؟ راح الحمام. جيب عسل عسل الحين، عسل عسل. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. راح راح راح، تعالي ماكل. هاي انسان ولا ايش؟ خلاص ليش طيح؟ الحين الحرارة راحت مني. هذا انسان. تابع المقطع. طبعا. احمد تعال. سرعة. تعال. للاسف. هذا التحدي. للاسف. احمد فاز عليه. أقول لكم نصيحة، لما تأكلون الفلفل أول ما تأكلون أوكي سموا بالله وكل عسل، عشان العسل يخليك الحرارة ما تجي.